مرحبا، أقدم اليوم ملخص جديد للأسواق المالية والعالمية. مع إقبال المستثمرين لجني الأرباح، هبط الذهب تقريبا نسبة 1% بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 4 أسابيع، الأمر الذي أعطى دفعة إيجابية بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يريد فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصين بقيمة 300 مليار دولار، الأمر الذي أعطى بعض الدفعة الإيجابية على أسعار الذهب. أذكر أن اليوم ننتظر بيانات مهمة حول الوظائف في الولايات المتحدة بعد أن تم خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وذلك لدعم التحفيز والنمو في الاقتصاد. اليوم ننتظر بيانات الوظائف وتوقعات بأن تأتي متفاوتة في أرقامها، حيث معدلات البطالة نتوقع أن تأتي إيجابية وتراجع على هذه النسبة. أما عدد الوظائف المضافة نتوقع أن تأتي متراجعة، ولكن متوسط الأجور في الساعة نتوقع أن يأتي دون تغيير. هذه التفاوت في الأرقام قد تعطي بعض التداولات السريعة على مؤشر الدولار ليعود ويستقر. على أثره انخفض مؤشر الدولار إلى مستويات 98.40. الحرب التجارية المستمرة منذ عام قد تصاعدت من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما اليورو اليوم لدينا بيانات بيعة التجزئة في المنطقة الأوروبية أعطت بعض الدفعة الإيجابية على اليورو، لكنه لا يزال يتداول بمستويات المقاومة 111 ومستويات الدعم 110.70. أيضا مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفضت في تداولاتها بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصعيد في الملف التجاري، ولكن نتائج بيانات الشركات التي تأتي إيجابية تعطي بعض الدفعة لمؤشرات الداو جونز. ترقبونا اليوم عند الساعة 12 بنقل مباشر للتكلم عن تداولات أسعار الذهب وطبعا مؤشر الدولار مع بيانات الوظائف التي ستصدر عند 3:30 من بعد ظهر اليوم. شكرا.